ما كتعرفش الوقت ديالك فين كيمشي. كتكون معول تخدم واحد عدد ساعات كبير في النهار ديالك وتحيد عليك وتنقص عليك شحال من حاجه، ولكن ماشي هذاك الشيء اللي كيوقع. ملي كتجي تشوف في الاصل شنو كنت كندير في هذاك الوقت اللي ضاع عليا، ما عرفتش. بحال شي واحد تيكون عنده بزاف الفلوس وملي كيتقاداو ليه تيقول لك طارو ما عرفتش فين مشاو، والسبب حيت ما جمعش يدو وجيبو متقوب. الفلوس الا مشاو نقدروا نرجعوهم، الوقت الا مشى ما كنرجعوهش. فلا داعي باش تضيع في الساعات والايام ديالك او بالاحرى في العمر ديالك. خاص لي يزير عليك ويحضيك ويراقبك، والا غادي تبقى غادي متقوب ومغموم عليك. واحسن حاجه باش تزير على راسك هي تعلم تكون بروفيسيونيل مع نفسك مع ذاتك مع راسك. ملي تكون بوحدك تعلم تجلس مقاد، جلس فوق كرسي، كون عسكري مع راسك، ماشي رجل فوق المخده ورجل على الحيط. ما تولفش الراحه والسخونيه ديال السدادر. تخيل كاميرا شادك من الفوق وكل شيء حاضيك مشدود، ما تبقاش دير الحركات الزايده وتحك في راسك وتكسل. هكا باش غادي تربي نفسك على الانضباط وتكون بروفيسيونيل، ماشي حتى تكون قدام الاستاذ ولا قدام الناس ولا في شي حدث معين. نهار الامتحان ملي كتدخل دوز وكتلقى التمارين صعاب، ما كتحطش الورقه وتخرج، واخا كتصدم ونفسيتك كتبدل وكتبغي تدعي في الاستاذ، كتبقى جالس في بلاصتك وكتعصر في دماغك وتجرب هادي وهادي وما كتبقاش بلاش وتقدر تجاوب صحيح. اذا هنا انضبطتي بزز منك حداك الاستاذ ما كاينش اللعب، وفرصه ما كتعاودش بزاف المرات. حتى ملي تكون جالس في الدار خاصك دير لنفسك هكا وشعل الكرونه في التليفون ساعه ولا ساعه ونص، ما غاديش نتحرك فيها. واخا يوقع لي وقع نبقى في بلاصتي، ما نشعل كونيكسيون في التليفون، ما نجاوب على ميساج، ما نتكلم لحد. كون بروفيسيونيل مع راسك صاحبي، راه داك الشيء اللي كدير ما كافيش. واخا تبغي تمشي للطواليت ما تنوضش حتى يسالي الوقت، ما غادي يوقع لك والو. ياك كتكون مسافر وبعض المرات كتزير وسط الطريق، شنو كيوقع لك؟ كتصبر وكتكمل هانيه. فحتى في الدار ملي تكون بوحدك خاصك دير هكا مع نفسك، والا غادي تبقى تلعب عليك وتبقى تضيع في الوقت ديالك وما تعرفوش فين كيمشي. حتى تبغي تجبد تخدم وتقول لك ما عنديش الكهنه، الجو ماشي هو هذاك. الماكله اللي كليت كنحس بها طلعت تهضم في العقل، البارح ما نعست مزيان، نسيت الماء مهم وما كنشربوش بزاف، وبقيت تما كحمالي ومنها دوزت على الويفي. ما عندكش خيارات اخرى وما بقاش لك الوقت باش تضيعو. مازال قدم الكرونه مع راسك ولا غادي يدور عليك، وانت باقي هو انت في بلاصتك كتسنى. انت المسؤول على الوقت اللي ضيعتي وماشي الاخرين، وعلى الوقت اللي مازال غادي تضيع الا بقيتي على نفس الحال. اشعل الكرونو.